السيد محمد مسليني عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السابق اللي شارك في المشاورات هذه، وكان الحديث مطولا على الإصلاحات، إصلاحات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خاصة في علاقة مع صندوق النقد الدولي اللي أبريوري باش يكون عندهم زيارة إلى تونس في الأسبوع القادم. وهذا محور نقاشنا توت سويت في 3 كيستيون أ مع السيد رضا شكوندالي. 3 كيستيون أ. سيدي رضا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة إكسبريس أف أم. يعيشك يا سيدي. ألوغ نرجع مرة أخرى إلى هذا الملف، الملف اللي كل أسبوع تعاود بتاتخ تتحرك فيه حاجة جديدة، وهو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس. كنا شفنا على مر توا بعض الأشهر خلينا نقوله أنه فما بعض التفاؤل بخصوص الوصول وألا التحول والوصول إلى بداية مفاوضات ولا دي بوغ بارلي نجم نحكي عليهم بالنسبة للطرف التونسي والصندوق النقد الدولي. اليوم الإعلان اللي صار على أنه فما وفد من الصندوق ينجم يكون موجود في تونس بداية الأسبوع القادم، هل هذا نجم نقول أنه بادرة لوضع الخطوط الكبرى، خاصة بعد ما كان صندوق عبر على ارتياحه نوعا ما من أن الحكومة نشرت برنامجها الإصلاحي وبدأت في النقاش فيه؟ أنا ملي كلمتوني على المداخلة هذيلة وأنا قاعد نشوف المواقع نتاع الموقع نتاع صندوق النقد الدولي ولا إشارة واحدة على تونس إلا آخر إشارة تقريبا في 2021. آخر زيارة قام بها صندوق إلى تونس كانت في أيام 23-24-25 مارس 2022. من مارس لجوان قداش عنا ثلاثة شهر، كل ثلاثة شهر صندوق النقد الدولي يقوم بزيارة. علاش؟ ما هو باش يحين الأرقام نتاعه ويحين التقديرات نتاعه. نعرفوا أنه تونس ما أدرجهاش في التقديرات نتاع 2023 صحيح. لأنه تونس راك أنا ما عندهاش برنامج، وبالتالي الزيارة هذه لا تجي في إطار الحصول على البيانات والمعطيات اللازمة باش ينجم يحين، لأنه يعني صندوق النقد الدولي مش تونس بركة يمشي لها، هو كل ثلاثة شهر يمشي لكل الدول وياخذ المعلومات البيانات اللازمة باش يقدر يحين التقديرات نتاعو، وخاصة هو أنه تونس فيما جوانب أخرى بخلاف المعطيات هذه لا مهمة جدا على مستوى بدء المفاوضات، وهي المسائل السياسية وتوسيع التشارك وما شابه ذلك. وبالتالي صندوق النقد الدولي حب يتعرف عن كثب عن قرب في المشاكل هذوما. يعني ما اعتقدش انه ما قالش هي جنية، هي توا المواقع الكل تكلمت على معناها بوادر ببدء المفاوضات، هو تغريدة يعني على حساب التويتر وبعد ما وصل طلب دعم من الحكومة التونسية بمبلغ 4 مليار دولار أي. المتحدث باسم الصندوق كتب في الحساب نتاعو نتاع تويتر قال أنه نأمل أن تبدأ المحادثات بشأن برنامج جديد مع السلطات التونسية قريبا، لكنه ما حددش، ما قالش واش تبدأ في الشهر الجاي ولا في جوان ولا في جويلة ولا حتى في 2025، ما قال حتى شيء. يعني باش نلخص لهنا يا سيري ذا، بالنسبة ليك هي زيارة روتينية لإعادة نجم نقول النظر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية وغيره للبلاد، كما هو سائر به العمل في أي تحضيرات لأي اتفاق مع أي بلد من مهما كان. بطبيعة الحال خاطر الاستناد إلى تغريدة على حساب تويتر نتاع متحدث باسم الصندوق ليست مصدر معلومة معناها صحيحة أو معناها رسمية من طرف صندوق النقد الدولي. أنا ما أعتقدش، نشوف ما أعتقدش في الأجواء المتوترة هذه وبعد إعلان المنظمة الشغيلة وهي اللاعب الأساسي في عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. رانا نتكلم على إصلاح الوظيفة العمومية وما يتبعها من تجميد الأجور، رانا نتكلم على الدعم ويتبعه من تأثير مباشر على المقدرة الشرائية. رأوا صندوق يفهم ويعرف اللي كونه هذا غير ممكن بدون مشاركة صندوق بمشاركة لتحق. المنظمة الشغيلة والمنظمة الشغيلة تعنى على إضراب عام وقت اللي معناها نسمعه بالبعثة على الصندوق جاية لتونس. كيفاش نتكلموا على بدء المفاوضات
ما اعتقدش انا هالكلام هذا يخش للمخ اصلا. يعني لهنا اليوم الشريدة، لو كان نرجع على جوستمون المشهد السياسي الاقتصادي اليوم للبلاد بمختلف الأبعاد اللي فيه، بقطع النظر معناتها مع كل ما هو لجنة استشارية اقتصادية اجتماعية، خلينا نقول باش نركزوا على الجانب هذايا بالتحديد، وما تم طرحه من برنامج إصلاحي للحكومة ونشره للعموم. كنا شفنا اون كونفيرونس دو بريس كبيرة صارت مشارك فيها ما يقارب 13 وزير يظهر لي، في محاولة لتبسيط مختلف الإصلاحات وبرنامج العمل القادم اللي باش يكون للحكومة هذه. ترى أنت أنه كمان يقعد معناتها حاجة ياسر بازيك وما زلنا ماهيش حاجة اللي ترتقي لأنها تعطي طمأنينة نوعا ما، نجم نحطها أونتخ بين قوسين بالنسبة لصندوق النقد الدولي. والله أنا على مستوى الشكل شيء جميل جدا أنه شاهد الوزراء وكل وزير هكا يقدم في البرنامج نتاع الوزارة نتاعو، ولكن تحس اللي كونه هالبرنامج هذا وكأنه كوبي كولي نتاع برامج نتاع وزارات منهم ومنهم، فماش في كوندكتور فماش رؤية واضحة. وأعتقد أنا اعتقاد جازم أنه لا علينا هذا البرنامج هذا ويعلن نوايا صادقة جدا تجاه صندوق النقد الدولي لاستمالته نحو إمضاء اتفاق مع تونس خلال الأشهر المتبقية، وهو يعكس حقيقة الوضعية المالية الخانقة لميزانية الدولة وحاجة ميزانية الدولة إلى تعبية الموارد الخارجية بالعملة الصعبة. لكن أعتقد أن الاستمالة هذه جت متأخرة جدا، وأعتقد أن الحديث عن مفاوضات ممكنة مع الصندوق خلال هذه السنة أنا أعتقد مضيعة للوقت. أعتقد البرنامج هذا هو برنامج يغلب عليه طبع شعارات وما هوش يقدم حتى شيء جديد، حتى مقاربة جديدة، هو يعيد نفس المقاربات ونفس إجراءات الحكومات السابقة. اختيار برشا راها، لأنه في الأزمات تتوحد المؤسسات ويتوحد التونسيون، ولكن نجي نشوفوا أنه في البرنامج هذا لا فما الاستراتيجية نتاع البنك المركزي اللي هي فيها السياسة النقدية وسياسة الصرف مش موجودة جملة واحدة. يعني هناك ديكونيكسيون بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي من ناحية، وما نلقوا حتى شيء على الشركات الأهلية والصلح الجزائي اللي قالوا رئيس الجمهورية وأرسل عليهم مراسيم، وبالتالي هناك ديكونيكسيون أخرى سيباراسيون أخرى بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، هذا على مستوى المؤسسات. وعلى مستوى التوانسة احنا نجم تقول مقسمين الى معناها معارضة هي بيدها مقسمة، والمولين للرئيس مقسمين. اعتقد انه معناها وضعية سيئة سيئة جدا، ولا تهيئ الارضية اللازمة باش تقنع صندوق النقد الدولي انه يمشي في مفاوضات مع تونس. ان شاء الله سيدي ثم شكون اللي يحكي في من بعض الخبراء والفاعلين في الشان الاقتصادي اللي ديما يصرحوا يحكيوا على سيناريو انه الاتحاد ما يقبلش باش يمشي مع الحكومه في ما معناها ما قامت به فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح للصندوق النقد الدولي. بعض الناس هذوما يحكيوا على انه ثم بوسيبيليتي اخرى او سيناريو اخر في حاله عدم موافقه الاتحاد، انه صندوق النقد الدولي نجم يقبل تعهد رسمي من رئيس الجمهوريه معناها بتنفيذ هذه الاصلاحات. هذه في صورة واحدة في صورة واحدة. الصورة الوحيدة هو أنه عنده ضمانات أنه رئيس الجمهورية سيواصل إلى 4 سنوات أخرى، يعني موندا الجاية. دونك السيناريو هذا ما هوش سيناريو قوي معناه. ما هي سيناريو مش قوي، لأنه هو توا صندوق النقد الدولي اللي يهمه أنه بعد حكومة بودن اللي باش يجي يواصل في البرنامج، ولكن ما عنده حتى ضمانة خاطر فما انتخابات في نهاية السنة هذه، وربما الطرف اللي ينجح في الانتخابات قد يكون الطرف الذي لم يشارك في الحوار، وبالتالي مش ما يعترفش بالضبط بعد ما يعترفش يصير كما زوز اتفاقات اللي كانوا. وبالتالي الديدلاين سي رضا شكون ديلي الديدلاين اللي كانت اعلنت عليه قبل بعض اللي les institutions de notation اللي تقول لك عندك اون دات ليميت اللي هي سبتمبر باش تنجم تلقى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سينو بعد الدات هذه الامور تنجم تسوء بطريقه كبيره بالنسبه للاقتصاد التونسي. هل ترى انه الدات بتوع هذه يمكن احترامها مازلنا دون لي ديلي نعم ام لا؟
لا احنا الدليل قال ثاني الحكومه هي بيدها قالت معناها في مارس لابد انه نعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي باش الميزانيه هذه تكون ممكن تنزيلها. احنا فتنا هذا راه ما ننساوش عندنا فجوه كبيره برشا في الميزانيه هذه تقدر تقريبا ب 25 الف او 26 الف مليار يعني مبلغ مش بالسهل. ولو كانوا ما نوصلوش باش نعملوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى لنا حل اللي هو الأسوأ وهو الاتجاه للاختراق الداخلي من طرف البنوك التونسية وكذلك من البنك المركزي، وهذا عنده تداعيات كبيرة جدا وقد يؤدي إلى انفلات كبير على مستوى الأسعار لا يمكن التحكم فيه. الشيء نفس الشيء اللي وقع في لبنان هذا إن شاء الله ما نوصلولوش احنا إن شاء الله. شكرا لك سي رضا شكندالي الأستاذ الجامعي. كانت هذه 3 كيستيون والحديث حول صندوق النقد الدولي والمفاوضات ولا نعرفش إذا مش نقولوا بداية مشاورات أو مفاوضات مع الجانب التونسي. الموعد باش يكون تسويت في الانترفيو مع ضيفنا سيد محمد مسليني عضو المكتب السياسي لحركة الشعب ووزير التجارة السابق بصفته كان مشارك في اللجنة الاستشارية اللي صارت اليوكاند هذية في دار الضيافة واللي تم نقاش برنامج الإصلاحات إصلاحات الحكومة فيها باش نرجع عليها بأكثر تفاصيل.